كوب من الشاي أو فنجان من القهوة هو ما يبحث عنه معظم الناس هنا، فالأجواء الشتوية في الكويت بدأت طقوسها ولا يمكن لها أن تخلو من الحلويات أيضاً. حلويات كويتية تقليدية كحلاوة الطحينية المسماة بالرهش في اللهجة المحلية، والمضاف إليها السكر أو دبس التمر، وربما قطعة من كعك قرص العقيلي الذي تفوح منه رائحة الزعفران والهيل. أو الدرابيل، رقائق العجين المخبوز المغطاة بالقرفة. كلها أنواع تتميز بنكهتها الفريدة كما يقول المقبلون على شرائها. بالنسبة للحلويات الكويتية خصوصاً الرهش والدرابيل والأشياء هذه هي اللي يسمونها الأشياء الشتوية. مميزة لأن عندكم الرهش الكويتي غير، عندكم الدرابيل، عندكم العقيلي. خصوصاً في الليشتل الواحد خاطره في الشيرة ويا الشاي الحمر ويا القهوة. يعني جا مثل ما قلت. وكما في شهر رمضان والأعياد فإن الإقبال على سوق الحلويات الكويتية يرتفع في فصل الشتاء خصوصا في المحلات المتخصصة في سوق المباركية التراثي مقصد الكبار والصغار من المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية والعربية الأخرى الإقبال على الحلويات بيزداد في الشتاء عن الصيف طبعا في الشتاء بيبقى في كذا منتج بيبقى عليه بلشديد شديد نسبة للبقسم درابيل الكيك والراهج بالأخص كل خليجي يجي من الامارات من الامارات قطر سعوديه بحرين والله بحر بحرين سعودي واجد يمشي يشتري هذه كيك زعفران درابيل بعد بقسمات يزخر المطبخ التراثي الكويتي بحلويات شعبيه متنوعه يعود ظهور بعضها الى مطلع القرن العشرين. صناعة ارتبطت مع العديد من المناسبات والمواسم في البلاد كموسم البرد والشتاء لما تمنحه من شعور بالدفء واحساس بالطاقة. اقبال احمد سكاي نيوز عربية الكويت